السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هقولك الطريقة الصح المظبوطة جدا جدا لكيك الذرة أو البسيسة. الوصفة دي متجربة بقالها سنين السنين، مش بنغيرها أبدا أبدا. وجربيها بنفسك، الناس اللي بتعشق كيك الذرة تجربها وهتدعيلي بجد. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم. اذكري الله وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ وما تنسيش طبعا اللايك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة في الخلاط هنحط 4 بيض عليهم رشة من الفانيلا. طبعا الخلاط بيسهل علينا كتير، بيخلينا نخلص الوصفة يعني في دقايق. 1.5 كوباية زائد معلقة كبيرة من السكر، السكر العادي مش البودرة، السكر الحبيبات العادي. 1 كوباية من الحليب بدرجة حرارة الغرفة، وطبعا برضو البيض يكون كان بدرجة حرارة الغرفة. و1 كوباية من الزيت، معلقة صغيرة من الخل، ودي بتحسن الكيك يعني بتعمل كده كمحسن كيك طبيعي. اضربيهم بقى مع بعض كويس جدا في الخلاط، وطبعا يعني اضربيهم كويس كويس يعني بحيث ما يبقاش فيه اي سكر لسه ما دابش او اي حاجه مش مخلوطه بشكل جيد. يعني في وعاء عميق بقى، وهنحط الخليط بتاعنا وهنحط كيس من البيكنج باودر عليه. بعد كده بقى ده دي الذره، انا بجيبه اكياس بالشكل ده، وممكن تقدري تجيبيه سايب من عند عطار، من عند محل مستلزمات حلويات، الحاجات دي مفيش مشكله خالص، بس يعني نحرص ان احنا نجيب نوع كويس. هنحط منه 1.5 كوباية، وهنجيب بقى الدقيق العادي الابيض بتاعنا اللي بنستخدمه في كل حاجه اللي هو جميع الاستخدامات ده، هنحط منه برضو 1.5 كوباية، بس هنحطهم تدريجي، نحط 1 كوباية ونقلب وبعد كده نضيف النص. يعني بالعربي كده نص الكميه من الدقيق دقيق ذره، ونص الكميه تاني دقيق ابيض. الناس اللي بتستخدم دقيق الذرة يعني للوصفة كلها بتطلع مكتومة وبتطلع مش حلو. استمري بقى بالتقليب، قلبي قلبي كويس جدا جدا في اتجاه واحد طبعا عشان الكيك ما يهبطش مننا. وبعد كده صينية مقاس 28 وهنصب فيها الخليط ونديه خبطتين كده للصينية قبل ما ندخلها الفرن. ندخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط. المقادير بقى مكتوبة عندك على الشاشة، وكمان بسيبها لك في صندوق الوصف تحت الفيديو بإذن الله. طلعت من الفرن بعد حوالي ساعة الا ربع، ريحة بجد وطعم فظيع، يعني ريحتها كده بتفكرنا بريحة زمان. هي طبعا اتقطعت مني لان انا بطلعها والكيك سخن، المفروض ان احنا نسيبه ما يبرد شوية، بس حقيقة خطيرة، طعم وريحة جميلة جدا جدا، ليها كده مذاق مختلف عن الكيك العادي اللي هو دي الذره، بيفرق جدا في الطعم وبيخلي طعمها لذيذ بصراحه. جربيها وسيبيلي رايك في الكومنتس. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله.